هذه الأمسية المباركة السعيدة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا شيخ محمد، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أولئك الذين اشتروا الضلالة
جاءتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك طال الله بأمثالك. ننظر الآن إلى كلمة رئيس الجمعية أو من ينوب عنه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم جمعية أكدس للتنمية والتضامن وباسم لجنة المشرق وحييكم تحية عطرية، تحية محبة ولقاء، تحية الصفاء. أهنئكم على حضوركم هذا. حقيقة لساني في مكانه تجمل، وددت لو أصبحت طائرا وبحبكم أغامر، لكن مجيئكم يكفينا شرفا. فسلام الله عليكم صغيرا وكبيرا، بالغا او قاصرا، صبيا او راشدا. اليوم في الاذهان سيرصف يوم عظيم مليء بذكر الله وبتلاوه كلامه، فولاده الحبيب المصطفى جعل في هذا اليوم معروفا محبوبا، وفي مجيئه مرغوبا. افضل ما يجب ان يعمه هي الفائدة والمحبة السائلة، ويجب على المرء السعي فيه إلى تقوية إيمانه والصلاة على من هو خلقه القرآن، والتحلي بقيمه لينفض عن القلب البغض والعدوان، والاقتداء به لتنقيح الشيم من زوات الشيطان، وهو الذي وهب حياته للإرشاد والدعوة إلى الهدي وتوحيد الله عز وجل وعدم الشرك به. وقبل النهاية مرة أخرى، أصالة عن نفسي ونيابة عن جمعية أكدس للتنمية والتضامن وعن أعضاء اللجنة المنظمة ولجنة المشي، أرحب بأعضاء لجنة التحكيم وأرحب بالمشاركين أبناءنا الأعزاء.